السؤال بيقول كم عدد الساعات اللي الست اللي بترضع تنامها في اليوم ويبقى مفيد ليها؟ السيدة اللي بترضع تقريبا كل ساعتين لثلاث ساعات، يعني بترضع حوالي من 8 ل 12 رضعة في اليوم، ده في طول ال24 ساعة. وبكده ان الام كده هتضطر تنام فترات قصيرة بين الرضعات، مش هتقدر تنام نوم عميق. النوم العميق ده بيجي بعد حوالي ساعة ونص من بداية دايرة النوم، فكده الأم لو ما نامتش فترة كفاية ونوم عميق كده مش هتقدر تقوم بنشاطها اليومي، كده ممكن اللبن بتاعها يقل. فاحنا الحل ان احنا الأم حد يساعدها ان هو يشيل الطفل او يهتم بيه، ولو الأم قدرت تشفط صدرها وتعمل رضعات بحيث انها ممكن ترضع الطفل عن طريق الببرونة لغاية ما هي تنام النوم الكافي بتاعها.